قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب سلطان العرادة في تصريحات خاصة للغد المشرق أن زيارات مجلس القيادة الرئاسي للسعودية والإمارات تأتي في توقيت مهم، واصفا النقاشات مع المسؤولين في السعودية والإمارات بالمثمرة والإيجابية. شكرا لقناة الغد المشرق على اهتمامها بالوضع في اليمن ومتابعتها أولا بأول، ونقول للجميع خواتم مباركة وعيد مبارك مقدما. الحقيقة كانت الزيارة كان لابد من هذه الزيارة بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بأن تكون الزيارة الأولى للشركاء الفعليين في ما تعيشه اليمن، وفي مقدمة الجميع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كان بدأنا بالزيارة مع الأخ الرئيس والأخوة الأعضاء إلى المملكة العربية السعودية، والتقينا بخادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين، وتفهمنا حول عدد من القضايا التي لا بد من التفاهم فيها والتي تعزز الشراكة فيما بين اليمن والمملكة العربية السعودية. وكذلك كانت الزيارة إلى هنا الإمارات اليوم، والتقينا بسمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وتحدثنا معه بكل شفافية حول هذه القضية، وكان الحديث إيجابي جدا مع كل الجهات سواء في المملكة أو في الإمارات، والكل يحمل هم اليمن وعلى أتم الاستعداد لأن نمضي قدما في سبيل تحقيق السلام في اليمن، والسلام هو الخيار الأول لدينا ولدى التحالف ولدى العالم أجمع، إن رضي الطرف الآخر بالسلام، وإن لم يرضى فالكل مستعد لأن يواصل المشوار بشكل أدق وأكثر شفافية، وإن شاء الله يكون على مستوى الحدث.